اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما انتقل لضيفي العزيز كابتن سمير عثمان، عايز اقول لحضراتكم ان انتهاء الشوط الاول من مباراتي الانتاج الحربي والمقاولون العرب ووادي دجله والاسماعيلي بالتعادل السلبي ما بين الفريقين سواء هنا او هنا. الانتاج صفر والمقاولين صفر ووادي دجله صفر والاسماعيلي صفر. وادي دجله والاسماعيلي بدا الشوط الثاني وايضا هيبدا بعد قليل الانتاج الحربي والمقاولون العرب. هنوافي حضراتكم دائما بالاخبار وبالنتائج. كابتن سمير ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن، الحمد لله تمام. الحمد لله. وانا البقاء لله النهارده في وفاه كابتن والد الكابتن جمال الغندور. طبعا البقاء لله لوفاه والد كابتن جمال غندور والكابتن سيد معوض برضو، الاثنين يومين ورا بعض، وربنا ان شاء الله يتقبلهم ان شاء الله في الجنه، ان شاء الله يغفر ذنوبهم باذن الله يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا قوي يا كابتن. شكرا. نعم. شكرا على التعزيه. الله يخليك. كابتن سمير عايز اسال حضرتك برضو، النهارده طاقم تحكيم كابتن محمد الحنفي وبقيه مساعديه، كيف ادار كابتن محمد الحنفي هذه المباراه؟ والسؤال الاهم يا كابتن، لان انا شايف في اخطاء ويمكن هتكلم مع حضرتك فيها لما لو كنت حضرتك جايبها يعني على الشاشه. مش من المفترض يا كابتن ان انا لما بجيب جون بدري او جونين كمان المباراه بتتسهل؟ هو طبعا اي حكم خاصه اما بيحكم للفرق الكبيره تمام، اما بيجيبوا جول بدري في بدايه المباراه بتسهل كتير قوي على القلب، على الحكم، بتشيل الضغط. برافو عليك، بتشيل الضغط على اللعيبه، وطالما ان الضغط اللي على اللعيبه اتشال بينعكس على اداء الحكام برضو، فخاصه ده الفرق الكبيره. انها طبعا في اي مباراه تانية بتبقى المستويات متقاربه. انا ما اعرفش الحقيقه، لان انا هشوف وجهه نظرك في بعض الامور. لو حضرتك جايبها، لو مش جايبها انا جايبها. طيب فهنشوف حضرتك. احنا بدايه طاقم الحكام النهارده كان بقياده محمد الحنفي الحكم الدولي، ومعه احمد توفيق طلب وشريف عبد الله ومحمد ابو خاطر حكم رابع. طاقم الحكام خلاص بقى اربع حكام دلوقتي بعد الاستغناء عن الحكم الخامس اللي بيبقى موجود في المباراه. أيوة. النهارده محمد بدايه من المباراه، قبل ما نلعب المباراه انت عارف تبقى حاسس من الاول دي ماتش صعب ولا ماتش سهل ولا ماتش متوسط. الماتش بتاع النهارده ده يندرج من وجهه نظر انا في بدايته من الماتشات السهله، ولا ماتش متوسط، لا بيبقى سهل شويه ايه تحكيميا، وخاصه عدم وجود الجماهير ده يفرق طبعا جامد كتير جدا، وبرضه مستوى الفريقين قبل المباراه. النهارده محمد الحنفي المفروض الواحد متعود على محمد بيلعب بالسهل الممتنع. النهارده محمد الحنفي في كور كتير جدا اجاد فيها، في كور بالنسبه لي انا علامه استعجاب واستغراب، معرفش ليه ما حسبهاش. طب حسب كور ليه؟ قد يكون هو وجهه نظره صح، هو بيبقى اقرب في الملعب، بس الكور اللي انا جبتها النهارده غريبه شويه بالنسبه لي، فممكن نستعرضها النهارده على الشاشه. كذلك هو برده مساعدي الحكام برده في كور صعبه، وفي برده ما زلنا يا كابتن اسلام التصوير، احنا النهارده جايبين مثلا كورتين ثلاثه انت مش عارف الكره دي تسلل ولا مش تسلل. أيوة الكره صح. دي فعلا يعني فيها خطا ولا ما فيهاش خطا. احنا يعني بنتعمد نحط الكاميرات بطريقه بصراحه تحير اللي بيتابع، بس بصراحه بتيجي في صف الحكم يعني. نقدر نشوفهم يعني. خلينا نروح للحالات التحكيميه فيها. اول حاله كانت فيها طبعا اتاحت فرصه كويسه جدا من محمد الحنفي، كانت في الدقيقه 10:30 اللي كانت منتصف الملعب. أيوة. كره زي دي طبعا خطا واضح جدا، هو امر باستمرار اللعب اللي فيها اتاحت فرصه لفريق النادي الاهلي، وده بيدل ان واحد لعب كوره فاهم كوره، بتفرق جدا يا كابتن اسلام طبعا. يعني ده هو بص خطا واضح كان هيصفر، فلقى ان في اتاحت فرصه للاعب النادي الاهلي فامر باستمرار اللعب. دي اول كوره من الكور اللي احنا جبناها النهارده. بعد كده نشوف الكوره اللي بعدها. هنا في كوره يا كابتن، لعيب النادي الاهلي بيلعب، وبعد كده الكوره خبطت في الذراع الايد الشمال بتاع لعيب نادي اسوان. تمام، دي كوره واحده من الكرات اللي انا كنت عايز اتكلم فيها بالظبط. احنا لسه كانت النتيجه 0-0. يعني عاوزين نتفق طبعا حته التعمد ده لازم يبقى موجود، بس في حته بقى يا كابتن بالنسبه على المدافعين او المهاجمين مش مهم يبقى يكون فيها التعمد، الا وهي يا كابتن اسلام نقطه مهمه جدا، لو انت ايدك كبرت الجسم، لو الكره دي احنا متفقين ان ما فيهاش تعمد تمام، بس عنصر التعمد يتشال هنا، يتشال هنا لو ايدك كبرت الجسم، هنا ايده مكبره الجسم. طالما انك ايد اللعيب مكبره الجسم لازم تحسب ركله حره مباشره. انا لو تقدر تجيبها لي بكادر اوسع يا سمير، انا عايز اوري الناس الجمهور المتابع ان الكره دي لو كانت راحت لاجاي صح كان هيروح يجيب جول. طبعا هتبقى فيها فرصه واحده طبعا.
لا مش فرصه واعده، ده انت رايح تجيب يعني انت يعني ممكن تيجي جول وممكن ما تجيش جول، لكن الاقرب في تنفيذ هذه الكرات الاقرب انها تسجل. مظبوط بنسبه اقرب يعني. مظبوط طبعا مظبوط، بس احنا بنتكلم كحاله تحكيميه ان هي حته عنصر التعمد حتى على المدافع مش مهم يبقى موجود طالما ان جس ايد اللعيب كبر جسمه. بتكبر جسمه يا كابتن اسلام في حالتين، لو ايده طلعت بره جسمه كده انت بتكبر جسمك، والحاله الثانيه لو ايدك ارتفعت فوق ذراعيك، لانه لو رفعنا كده ده مش طبيعي ان الجسم يبقى كده او كده. في كره زي دي لا لازم يبقى فيها ايه، بس ممكن نعيدها يا كابتن اسلام بعد اذنك، لان الاعاده في الكور، لا بص يا سمير بعد اذنك عاوزين نتفق على حاجه، اعاده الكور اللي بتتلبق في اليد تيجي لايف احسن من البطيء عشان نحس بيها اكتر. يعني خليها لايف احسن وقف هي كمان مش باين مش باين مين اللي بعده مين اللي هيستلمها بعده، لا مش باين مين الكابتن محمد الحنفي فين. ما انا ده النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، التصوير يا كابتن بصراحه تصوير، يعني اتمنى الناس اللي بيصوروا طبعا اكيد هم ناس افاضل، بس يا ريت ياخدوا دوره في التصوير، يعرفوا قانون برضو كره القدم مهم جدا على فكره طبعاً، مش عيب يفيدهم مشكلة في حاجات كتيره جدا. فلو شفنا الكره لايف يا كابتن، اللايف في الكور اللي هي لايف يا كابتن هي ده اللي انا بقول عليه اهو، هاتها من الاول تاني، ارجع الخطوتين دول، ايوه خلاص هنا ضغط حمدي أيوة فتحي كمل عادي خلاص اتلعبت صح جون، بس حتى بص هي اقرب للجون هي عطلت طبعا. هل هو ده تحت فرصه يا كابتن ولا يفضل في حته زي دي ما فيش تحت فرصه عشان في زحمه بالزبط. هتلاقي في لعيبه مدافعين اسوان كتيره زياده عن ثلاث لعيبه او اربع لعيبه تحت، بص هنا في ثلاثه جم مره واحده على جاي، يفضل طبعا هنا محمد كان لازم يصفر ركله حره. اذا خطا اول من الكابتن محمد الحنفي في هذه المباراه، ده كان في الدقيقه 19. نعم. نشوف الحالة الثالثة كانت في الدقيقة 26، هدف الهدف اللي جه ده في حالة قبلها. نعم. تمام، هنا طبعا هنا في خطأ، في تعاون كويس جدا بين أحمد توفيق طلب ومحمد الحنفي تمام، لأن اللي أشار في الكرة دي هتلاقي الحكم المساعد يا كابتن. أيوه. إسلام يعني برضو احنا لازم نجيب الحالات الإيجابية، دفع من مدافع أسوان، هتلاقي هنا إشارة طلعت لفوق الأول بتنبهه إنه في خطأ، لان الاشاره كابتن اسلام لو طلعت في الاتجاه يمين او شمال يبقى ده خلاص اوت، انما لما بتطلع فوق في الاول بص رفع فوق، شفت رفع فوق الاول بينبهه في خطا وبعد كده بيشاور الاتجاه. أيوة. طبعا ده تعاون جيد جدا من احمد طلب. طيب. مع الحنفي الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي بعدها الهدف، الهدف بتاع النادي الاهلي بصراحه كره مركبه محتاجه بس فقط الحكم مساعد يبقى ايه مركز فيها. تمام، اتشاطت جت للعيب النادي الاهلي جيده جاي طبعا من الخلف طبعا او ما فيهاش تسلل. بالنسبه للشحات طبعا احنا ما عندناش جاي من ورا، بس للاسف الى حد ما بصوا هنا واضحه تلاقي الشحات واقف بعيد خالص، لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله، اتشاطت ارتدت هتلاقي اجاي جاي من ورا ومش باين جاي من ورا في الكادر حسين اهو باين. أيوة. خلاص واللي واقع ده بقى خلي بالك هنجيبها عشان ابين ان اللي واقع ده هو اللي مغطي هو اللي مغطي. فطبعا هدف سليم وتوفيق جدا من احمد توفيق طلب في كره زي دي. بعد كده نشوف الحاله الرابعه تمام، هنا بالنسبه كره اتلعبت برده هنا هو رفع الرايه تمام. وفي لعيب مغطي هناك، المفروض في كاميرا توضح الكره دي تسلل او مش تسلل، يا ريت يعني انا كنت قاعد في الاستوديو لا هي تسلل واضح، اتفضل الناحيه الثانيه ما هي فيها بقى ان في واحد في هناك ولا هناك لا لكن هنا اوف سايد، لكن الناحيه الثانيه ما اعرفش. فطبعا طالما ان ما فيش كاميرا توضح بنمشي مع راي الحكم ومساعد الحكم، خلاص يبقى ده تسلل سليم. بعد كده ركله الجزاء، ركله الجزاء دي اولا من الاول هل فيها اوف سايد على اجاييه، نتفرج عليها برضو نشوفها لو سمحت الناس ما تقولكش مش عارف ايه. بص يا كابتن قبل الكرة ارجع تاني واضحة يعني، بس انا يعني اللي على الطرف خالص ده جنب الاعلان اللي هو تاني واحد طبعا مغطي ايه اجايه تماما يعني تمام نكمل اللعب، يبقى اول حاجة ما فيهاش تسلل تمام. بعد كده هو استلم لعبها لقفشة لاعب النادي الاهلي، بعد كده نشوف طبعا هنا من الواقعة الاولانية حكم قريب حسب ركلة جزاء، نيجي نشوفها عندنا في حاجه بنسمعها يا كابتن اسلام وبرده الناس المستمعين المشاهدين لازم يشوفوها، بيجي يقول لك ايه هو لعب الكوره صح، هو لعب الكوره مين اللي لعب الكوره، لا بتاع الاسوان لعب الكوره، فكانوا بيقولوا ايه اما طالما ان هو لعب الكوره يبقى خلاص ما فيهاش خطا، وده طبعا خطا غريب جدا بنسمعه في بعض القنوات، هو فعلا هنا لعب اسوان لعب الكوره تمام، بس بعد كده عمل ايه نتفرج عليه
شايف عمل ايه في لعيب رجل لعيب الفريق الاخر المهاجم بتاع النادي الاهلي نازل عليه. انت حتى انت لو لعبت الكوره ماشي، بس انت لازم برضو تدي فرصه للمهاجم انه يحاول يكمل يقوم. انما انت فعلا انت لعبت الكوره بس مع الكوره انت دايس على لعيب الفريق الاخر اللي انت منعت عنه انه ممكن يقوم. طبعا في التنفيذ ركله الجزاء كان تنفيذ طبعا ممتاز بصراحه، محدش دخل غير بعد لعب الكوره اللي بعد كده كرة بعد كده دي كانت لصالح أسوان، كرة اتلعبت تمام، ده الهدف اللي أحرز منه أسوان تمام، ده هدف ما فيهوش أي مشكلة برضو نشوف عشان حتة التسلل برضو ماشي. هو شيء طبيعي في الكور اللي بعد اللي زي دي المفروض بعد الكرة ما تتلعب يجيبوا الكاميرا اللي ورا مساعد الحكم اللي جنبه. طبعا هنا اللي هيرفع الكرة ما فيهاش حاجة خالص. بعد كده المهاجم اتفضل كده مفيش حاجه خلاص مفيش حاجه طبعا هو تمام. جاي من وراه فطبعا هدف سليم لاسوان. وطبعا احمد توفيق طلب كل الكور اللي جات له دلوقتي الحمد لله ممتاز فيها. هنا في انا شايفها مفيش حاجه يا كابتن. لا بص يا كابتن نتفرج عليها تاني بص رجل الشمال ما لعبتش الكوره خالص، اهي دي بقى جابت في اللعيب اسوان فطبعا ده بص اللعبه الشمال لعيب رقم 12 فطبعا خطا سليم ما عندناش مشكله اهو بنعترف احنا استوديو تحكيم ايوه بالظبط كده فاول اهي على 18 وقرار هايل من محمد الحنفي تمام لانه قريب منها طبعا في حاجه بس عاوزين نقولها في الاخر يا كابتن انا جايبها برضو في الاخر. احنا عندنا اللعيب اللي بيسخن ده المفروض عشان ينزل الملعب اخر حاجه تمام تمام دي كانت اخر حاجه اوكي. اللعيب اللي بيسخن ده المفروض عشان ينزل ارض الملعب بس في كره بتاعت عمرو السوليه لو تيجي برضو ماشي. اللعيب اللي بيسخن ده المفروض ينزل ارض الملعب تمام. احنا عندنا شريف بس مهمه كره عمرو السوليه دي يا جماعه حاولوا تجيبوها لنا حتى لو على اللايف. اتفضل يا كابتن تمام. احنا عندنا شريف اكرام بيسخن من الدقيقه 60 لغايه الدقيقه 91 وده طبعا خطا كبير جدا من الحكم الرابع بتاع المباراه محمد ابو خاطر. ان الحكم الرابع مش مهمته بس انه يعمل الاستبدال او يشوف الاجهزه الفنيه، لا انت عندك اللعيب طبقا لمواد قانون كره القدم اللعيب اللي عاوز ينزل بيسخن ورا المرمى لغايه ما يجي الدور عليه. هو مش هينزل الثلاثه يبقى ما ينفعش ده غلط طبعا من حكم المباراه. حتى كذا لقطه شريف قاعد بيسخن ورا طبعا لازم حكم مباراه. الكره بتاعت عمرو السوليه يا ريت تيجي عشان عمرو السوليه يا جماعه بسرعه كره مهمه. انما كاجمالي اللقاء مباراه سهله تحكيميا طاقم الحكام كلهم ثبتوا على النتيجه الكره دي يعني بص يا كابتن نتفرج عليها. طبعا هو محمد هنا قريب منها جدا بالظبط تمام. وخلي بالك برضو انت ما تلاقي لعيب الفرقه الثانيه بص يا كابتن دي في كره ثانيه من ورا هتبان قوي بص لا في واحده تانية كده لا دي برضو دي مهمه الكره دي مهمه بس بص الكره دي ركله حره مباشره مع انذار لاعب اسوان بسبب التهور التهور. وخلي بالك دي اقصى درجات التهور مش ركله جزاء دي ركله جزاء لا هي من بره من بره خطا من بره تمام. لا دي كره مركبه لعمرو السوليه قبلها في الشوط البدايه نهايه الشوط الثاني يعني تمام. هنا يا كابتن اللعيب المدافع لعيب المدافع بتاع اسوان بيلعب بتهور على لعيب النادي الاهلي اذا كان يستحق المدافع في هذه الحاله كارت اصفر بسبب التهور. وانت كمان ما تحس بيها هتلاقي برضو اللعيب بتاع اسوان حارس المرمى حاسس ان فعلا في كوره خطا راح طلعها بره. بشكل عام محمد الحنفي عنده احسن من كده بكتير احسن من كده بكتير وخاصه دي مباراه سهله حركه مقصر ممكن على فكره احتمال برضو كبير جدا ان الحكم زي اللعيبه حتى في التركيز. انما الحمد لله الدنيا خدمت محمد ما عندوش اخطاء مؤثره تؤثر على نتيجه المباراه. المباراه خلصت لبر الامان بس انا شايف محمد عنده حاجات افضل من كده يمتعنا بيها اكتر بصراحه يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن اسلام شكرا جدا جزيلا على وجودك معانا النهارده. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الف مبروك جمهور النادي الاهلي 3 نقاط هامه جدا في هذه المرحله انتهت مرحله مكونه من 6 مباريات خلال الفترة السابقة. إن شاء الله تبدأ مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة بعد التوقف الدولي لمنتخبنا الوطني تكون إن شاء الله المرحلة الجديدة أفضل من 6 مباريات كمان السابقة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله نلتقي قريبا في ملعب الأهلي.